فريق في كلية الهندسة جامعة المنصورة قدر انه يحقق المركز الاول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة حافز الابتكار التابع لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. المشروع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماكينة لحام قطاعات PVC. الماكينة دي بتقوم بلحام القطاعات بطرق مختلفة باستخدام الحرارة. هذه الماكينة كمان هتكون صناعة محلية مصرية بالكامل، هتتناسب كمان مع السوق المصري وهتكون منافسة لغيرها من الآلات والماكينات العالمية الأخرى. تفاصيل أكتر خلينا نرحب بضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، دكتور محمود سعفان أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم. صباح الخير يا دكتور، أهلا بيك. صباح النور بحضرتك. كمان أحمد رزق الطالب بكلية هندسة جامعة المنصورة، صباح الخير عليك. صباح الفل. وايضا الطالب احمد محمد الجزاره، طالب ايضا بكليه الهندسه جامعه المنصوره. يا باشمهندس صباح الخير، منورنا ومشرفنا. ده نورك طبعا. مع الدكتور مش هينفع نبدا معاك عشان دكتور عايزين نفهم منك اكتر مسابقه حافز الابتكار، عايزين نعرف ايه تفاصيل هذه المسابقه وايه اهميتها. هي المسابقه دي تحت رعايه وزاره التعليم العالي، ده صندوق الابتكار حافز الابتكار، ده بيرأسه وزير التعليم العالي. طبعا المسابقة دي على مستوى الجمهورية، دخل فيها عديد كتير جدا من المشاريع بيتنافسوا على جوائز. الجائزة الأولى كانت عبارة عن 100,000 جنيه، والجائزة الثانية كانت 75,000 جنيه، والجائزة الثالثة كانت 50,000 جنيه. عظيم. والفريق اللي تابع لكلية هندسة جامعة المنصورة اللي هو الـ UBVC ده حصل على المركز الأول بعد طبعا كمية فلتريشن بدأت تحصل على الناس لحد ما وصلوا للمركز الأول، وده كان أول امبارح تحت رعاية وزير التعليم العالي. هاي التصفيات دي ابتدت في الأول قبل ما تدخلوا المسابقة جوه الكلية علشان تختاروا مين الفريق اللي هيمثل الكلية؟ لا، كان الكلية صندوق من الأول أنتم مفكرين وعارفين أن الشباب هم اللي اختاروا المسابقة ويلا اتكلوا على الله يا باشمهندس. هي المسابقة الصندوق هو اللي طرح المسابقة، وبناء عليه بدأت الجامعات والمراكز بدأت تدخل في المسابقات، وبناء عليه بدأ يحصل بقى منافسة قوية بقى ما بين الفرق وبعضها، بحيث ان هو وصل في النهاية المركز الأول بعد طبعا مجموعة منافسات كبيرة جدا. يعني يعتبر كان من أقوى أو من أكتر مسابقة حصل فيها منافسات كتير، يعني خدت وقت طويل جدا لحد ما وصلوا للمركز الاول. طيب باشمهندس، ايه الجديد في هذه الماكينه؟ ماكينه لحام قطاعات بالحراره، ايه الجديد فيها؟ هو الجديد فيها ان انت بتحاول توصل ان انت تعمل منتج محلي. احنا قعدنا سنه عملنا نموذجين. في نموذج كان البروتوتايب عشان نتحدى نفسنا اللي احنا اذا كنا هنعرف نعمل المكنه دي او لا. بعد كده عملنا النسخه الثانيه اللي هي الاندستريال فيرجن. الاندستريال فيرجن عرفنا الحمد لله نعملها ودخلنا بيها اصلا مسابقه الاي اس اف. فبالنسبه للمشروع بتاعنا احنا كان الفكره ان احنا عاوزين نوصل ان احنا نعمل منتج محلي بنسبه 80%، ان هو يكون 80%، فاحنا وصلنا دلوقتي اللي هو في حدود 50%. عظيم. في احنا شغالين ان احنا نحاول نغير الكنترول ونخليه محل الصنع عشان يبقى 100%. لا، عشان نوصلوا من 50% ل 80%. وده في حد ذاته انجاز برضو بالمناسبه. يعني هو بس هو الحمد لله كان يعتبر تحدي بالنسبه لنا ان احنا نعرف حاجه، نعرف نعمل حاجه زي دي. طيب انتوا كان عندكم بروتوتايب واشتغلتوا عليه فتره وبعدين وصلتوا انكم تعملوا بقى حاجه تانية تقدروا تشتغلوا عليها. علشان تقدروا تصمموا وعشان تقدروا تلموا بعض، هل انتوا كلكم من نفس القسم باشمهندس جزار، ولا انتوا من اقسام مختلفه بتتكاملوا علشان تقدروا تطلعوا لنا مكنه زي دي؟ تمام. واحنا 11 واحد، ال 11 واحد قسم ميكاترونكس. هو فايده القسم بنحييهم كلهم، حضراتكم ممثلين عنهم لكن باقي المجموعه مش معايا. ده اكيد. احنا 11 واحد من قسم ميكاترونكس. هو ميزه القسم عندنا ان هو بيجمع من مجموعه من اقسام كتير في مجالات كتير، يعني فدي كانت الفكره عندنا ان احنا قادرين نقوم بالمكنه ميكانيكال وسوفت وير وهارد وير كله من نفس القسم. كله من نفس القسم. وكمان احنا عشان نخش في المسابقات ونكمل وناخد المراكز دي كنا مقسمين نفسنا كمان لمجموعه تشتغل تكنيكال ومجموعه تشتغل نون تكنيكال، فكان في مجموعه عندنا مسؤوله عن البيزنس والماركتنج وفاينانشال بلان والمواضيع دي كلها. ودول كان سبب اساسي ان احنا نتوج في، احنا دخلنا 3 مسابقات خدنا فيهم مركز اول، منهم مسابقات بيزنس بس، فاحنا كنا واقفين على اساس قوي في البيزنس ان احنا نقدر نفرق عن اي حد تكنيكال ان احنا كمان معانا بيزنس بلان قوي. يعني عظيم. ايه الدعم اللي قدمته الجامعه للطلبه عشان يفوزوا في هذه المسابقه؟ هو الجامعه، فاحنا عندنا كليه الهندسه تحت رعايه الاستاذ الدكتور محمد عبد العظيم عميد الكليه. هو في الحقيقه هو راجل من انشط الناس والجميع بيشهد له ان هو نشيط جدا جدا، يكاد احنا اصلا بنجري وراه معنى اصح يعني.
ففي عندنا بنعمل أنشطة طلابية كتيرة جدا. بنجري وراه دي بس عشان تكون واضحة إن هو بيبذل مجهود كبير. بالظبط. بنجري وراه مش لاقيينه. الجهد اللي مبذول هو بيبدا في الاول خالص بيبقى داخل المقررات، بيبقى في حاجه اسمها سب بروجكت، بيعملوا ميني بروجكت كده صغير ليه على حسب كل مقرر، فالطالب بيتاهل من كل مقرر بياخد حاجه معينه على حسب طبيعه المقرر. بعد كده في عندنا انشطه طلابيه كتير جدا زي مثلا الهاكاثون، فبنعمل هاكاثون كل ترم، ده الطلبه نفسها بتدرب الطلبه اللي هم اصغر منها، يعني مثلا اجي على الليفل 300 و400 فالكلية بتدعم بالكومبوننت والماتيريال والحاجات والأماكن والقصة دي كلها، وبيبقى طبعا تحت إشراف الأساتذة اللي موجودين في الكلية، وتبدأ الطلبة بتنقل خبراتهم اللي هم السابقة للطلبة اللي هم لسه داخلين صغيرين. احنا مش معاكم في الكلية يا دكتور، فليفل 300 و400 ده اللي هو الليفلز الأخيرة، 400 ده للخريج يعني و300 اللي قبله يعني آخر سنتين الرابعة والثالثة كأنها عشان بس نبقى معاكم 400 فهم بينقلوا خبراتهم للليفلز اللي قال، وبناء عليه فبيبدا بننشئ جيل جديد. الهاكاثون ده بيبقى شامل بقى حاجات كتير، حاجات ميكانيكال ديزاين، حاجات في الامبيدد سيستم والاوتوميشن سيستم، حاجات في الارتفيشال انتليجنس، حاجات في البروجرامنج، بحيث ان انا يبقى عندي فريق كامل متكامل من كل حاجه، ناس شغاله في الامبيدد، ناس شغاله في السيركتس، ناس شغاله في البروجرامنج والارتفيشال انتليجنس، فكره الناس تبقى شغاله في الدوائر، ناس شغاله في الذكاء الاصطناعي، بالزبط. ناس تبقى شغاله في البرمجه، كل الحاجات اللي حضرتك بتقولها بحيث يكونها كتير، يبقى عندي تيم انا كامل من كل حاجه. بلس برضه للناس اللي هتشتغل في البيزنس بلان والحاجات دي كلها، فبيبداوا برضه يشتغلوا في الحاجات دي. بعد كده بيبدا بقى التيمات تطلع من الناس دي كلها ويبداوا ينافسوا في المسابقات، بغض النظر مسابقات داخليه داخل الكليه او مسابقات على مستوى الجمهوريه او مسابقات توصل للعالميه. الفكره اللي بتتقدم للمسابقه بتبقى احنا مثلا مجلس الإدارة الخاص بالقسم أو يعني مجلس القسم بيقعد وبيقعد يقول يا جماعة احنا عايزين نشتغل السنة دي على 20 فكرة، ولا يا جماعة الخير اقعدوا بقى اختاروا انتوا عايزين تشتغلوا على ايه، بنقدم احنا الأفكار كشباب والإدارة الكلية. هي بتيجي من الاثنين، الإدارة الكلية وإدارة البرامج والأقسام بيعرضوا مشاريع، لأن مشاريع ده على حسب رؤية 2030 والتطلع بحيث إن المسابقات تبقى أكتر أو المشاريع تبقى الأفضل، فبيعرضوا أفكار، كل واحد بيعرض أو كل حد من الأساتذة بنجمع أفكار بحيث الأفكار دي تبقى up to date أصلا للي موجود في الواقع، ما يبقاش أفكار متكررة وأفكار قديمة والحاجات دي، وبنعرضها على الطلبة. والطلبة بتبدأ بقى إن هي تختار على حسب ميول الطلبة للفكرة المعينة، وبرضه في نفس الوقت إحنا بنسمع للطلبة كمان، الطلبة ممكن تجيب أفكار وأفكار جديدة كمان نفس الأفكار اللي موجودة في الأساتذة، فبتبقى ماشية في التو واي يعني. بنجمع بقى انتجريشن وبتاخد عليه موافقه ان هنبدا نعمل المشاريع اللي موجوده دي، وحتى لو في مسابقات او قصه من دي بيبدا ياخد المشرف على المشروع بيبدا ياخد اوكي من ان هو يبدا ينافس في المسابقه دي، ويتم عزيز. بقى البروسيس بتاع المسابقه وهكذا. طيب تمام، باشمهندس رزق انت تحديدا دورك كان ايه بالظبط في هذا المشروع، وشايف ازاي احنا ممكن نستفيد من هذه الماكينه؟ هو انا كنت الجزء اللي شغال عليه اكتر كان جزء البيزنس اللي هو النون تكنيكال، كنا احنا شغالين ان انا عاوز اسوق المنتج دوت، ان انا احاول اسوقه في السوق على اساس ان انت نوع من انواع دعم المنتج المحلي. بطبيعه الحال نتيجه الاستيراد او اللي موجود فانت بتحاول تدعم، وانت اصلا عندك ازمه في ان المكنه ذات نفسها مش موجوده واسعارها طبعا عاليه، وكمان بتواجهك ان هي الصيانات بتاعتها بقى اغلب الشركات اللي بتيجي من بره صيانتها معتمده على مثلا شخصين ثلاثه مثلا في القاهره، فبقى بيبقى في ضغط عالي على الصيانات. طبعا. طب خطتك ايه للتسويق؟ وانا خطتي للتسويق ان انا كان في حد من التيم معانا والده كان شغال في المهنه. ماشي. فاحنا عاملين ماركت ريسيرش كويس وعارفين احنا هنتوجه لمين بالظبط عشان نعرف نبيعها له. واوريدي بدانا نكلم ناس، وفي ناس اتفقنا معاهم على ان احنا نبيع لهم المكنه، وبدانا نشتغل اصلا ان احنا نحاول نصنع المكنه. لو حاجه اللي هو نبيعها له ونقدمها له يعني. ما انت قدمت نموذج، انت محتاج قدرات تصنيعيه اعلى، يعني محتاج مصنع كبير او شركه كبيره تتولى هذا الموضوع عشان تقدر تنتج منها كذا جهاز او كذا جهاز او كذا عدد يعني. فهو احنا بدانا اللي احنا هنصنع واحده على اساس ان هو ده النسخه اللي هنبيع عليها، وهنبدا نسوق عليها بشكل كبير. طيب. لانه هو الاهم بالنسبه لاي حد ان هو يشوف المكنه قدامه الاول صح وهي شغاله، فاحنا شغالين على كده.
طيب باشمهندس جزار، علاقة اللي انتوا بتقولوه وان انتوا ابتديتوا بالفعل في الانتاج بتوطين الصناعي، يعني احنا لسه امبارح كان في اجتماع مع سيادة الرئيس بنتكلم فيه عن توطين الصناعة واهميتها، اعتقد ان هو ده مثال حي او تطبيق حي للي بنتكلم فيه. ان احنا نشتغل، انتوا هتشتغلوا بايديكم ولا هتاخدوا المنتج بتاعكم تروحوا بيه على ورشه يتم تصنيعها، يعني الامور هتمشي ازاي؟ لسه مهندس رزق بيقول ان انتوا بالفعل عرضتوها على بعض الاشخاص. احنا بدانا اول حاجه خالص بالبروتوتايب والاندستريال فيرجن الاولانيه اللي طلعناها، دي كانت كلها من شغل ايدينا، كنا شغالين في ورش الكليه، احنا اللي بننزل بنقف في اللحام، بنقف في التركيب، في التجميع، في كل حاجه من اول التصميم لحد الفينش النهائي كله بايدينا يعني. بس ناويين ان شاء الله بعد ما يبقى فيه برودكت بعد كده بينزل، فهنحتاج اكيد نغطي الكميات اللي هتطلب، فهيبقى فيه موردين معانا اكتر ونشوف اماكن نصنع فيها اكتر، وتواصلنا مع كذا جهه يعني في مصر ومدونا بالمعلومات نقدر نتواصل مع مين. عظيم. ونقدر نبدا منين وازاي ننهي بيه الطريق يعني. طيب دكتور، هل ممكن كليه هندسه تساعدهم في حاجه زي دي؟ هو في التواصل مثلا مع مصانع كبيره. بالفعل احنا عملنا اصلا مركز دلوقتي بيتم انشاؤه في مبنى جديد عندنا دلوقتي، بحيث ان هو هيعرض كل المشاريع اللي هي ناتجه من الطلبه، لان احنا عندنا مشاريع هائله كتيره جدا، ومش هم بس اللي بياخدوا مسابقات، لا احنا عندنا مسابقات وناس بتاخد جوائز اولى في مسابقات عديده جدا بغض النظر عن نوع المسابقه، سواء اذا كانت شغاله في الامبيدد او في الالكتروميكانيكال او في البروجرامنج والحاجات دي. فالاداره الكليه بدات ان هي تتجه ان هي بننشئ فعليا، تم انشاؤه وبس ان هو بيحصل له بس عمليين فينشنج، وبحيث ان هو يبقى فيه معرض دائم للمشاريع، وبياخد المشاريع اللي هي سبورت للدوله وان هي تقدر تبقى كانها صناعه محليه، بحيث ان هي اللي تخاطب الجهات المختصه وتبدا هي اللي تاخد البروسيس بتاعه البرودكت، بحيث ان هي تساعد الطلب، وبناء يحصل عندنا فيه مشروعات صغيره. ففي عندنا مركز خاص بالمشروعات الصغيره بيبدا ياخد المشاريع الصغيره اللي هي اللي موجوده دي، بحيث ان هو يبدا يكبرها وتبقى اندستريال وتفيد المجتمع الخارجي. عظيم. انا نفسي اشوف مراكز من دي كتير بصراحه لكل الجامعات، ونفسي اشوف رجال الاعمال والمستثمرين المصريين حريصين على انهم يشوفوا مشاريع التخرج الخاصه بالطلبه في كل الكليات، لانه في مشاريع كتيره جدا، واحنا معانا طبعا نموذج من هذه المشاريع، في مشاريع كتيره جدا بالفعل تستحق انه يتم انها تدخل في الصناعة ويتم توطينها بالفعل عندنا، ويكون عندنا نماذج كتيرة منها، مش لمجرد ان احنا صنعنا جزء فخلاص احنا عملنا النموذج فخلاص، لا احنا محتاجين بالفعل ان يكون دي موجودة عندنا، نصنع منها اكتر من جهاز، ونصنع اكتر من ماكينة لحام زي اللي انتوا عملتوها دي، وتنتشر كمان، وتنتشر وتتصنع وتبقى موجودة في مصر. دكتور، حضرتك قلت لي ان الجائزه الاولى 100,000 جنيه ولا 50؟ قلت لي لا بيه. طيب راحوا فين الشباب؟ هياخدوهم يبتدوا يستخدموها في هو في الانتاج، هتروح خزينه الكليه توجه لمشروعات اخرى، هيحصل فيها ايه؟ هي الجائزه دي لبدايه ان هم يشتغلوا بعد كده على البروجكت بتاعه، بحيث يبقى برودكت موجود اصلا في السوق المصري. أوكي. يعني دي الستاند، ده الستاندرد بتاعته او البدايه كستارت لهم اصلا، كستارت اب لهم. ابتدينا نتوجه لمكاتب براءات الاختراع وبراءات الابتكار لتسجيل الفكره للحفاظ عليها، وعشان يبقى عندكم حق استخدامها. هو بالفعل اتسجل عندنا في عندنا مركز اسمه مركز التايكو، ده خاص بجامعه المنصوره، ده بياخد الحاجات الخاصه بجامعه المنصوره وهو اللي بيتولى تسجيل الحاجات براءة الاختراع للطلبه والاساتذه اللي موجودين داخل الجامعه او كل منسوب الجامعه. طيب عظيم. الجامعه كافئتكم؟ كافئته؟ بصراحه يعني. بصراحه بعد اذنك يا دكتور دلوقتي. بعد اذنك معلش. كرموا كتير. لا هو دايما من بدايه الرحله بصراحه كفايه ان هم وفروا لنا المكان في الاول، وفروا لنا دعم مادي برضه في بدايه المشروع، احنا بدانا البروتوتايب احنا التكلفه بتكون زياده شويه، فهم وفروا لنا دعمين. تكلفتها كانت كام الماكينه دي؟ اللي احنا تقريبا عملناها 23,000 جنيه. اوكي. ادي البروتوتايب. بس اكيد لو قارنا بالمستورد اكيد هيكون في فرق كبير قوي. ما هو كمان ده بروتوتايب، ده بيبقى اغلى بكتير. الاله نفسها، ده البروتوتايب نفسه، النموذج. النموذج بعد كده الانتاج بقى النموذج اللي هو اللي احنا كنا داخلين بيه المسابقه كان حوالي 35,000. وكمان احنا ناويين نعمل كوست ريدكشن اقل من كده عشان ما ننزل السوق، يعني دايما في اللي هو في منتج مصري وفي منتج مستورد، فايه الفرق بينهم؟ يعني لو ادى نفس الكواليتي يبقى لازم سعر اقل. ده يعني ده اللي موجود عند فكر اغلب الناس يعني. فده اللي احنا شغالين عليه الفتره الجايه، ان احنا هنطلع المكنه ان شاء الله بنفس الفينش او اعلى، وفي شويه فيتشرز شغالين عليها زياده
دي اللي هتميزنا، اللي هو انا عايز دي ليه مش عايز المكنه المستورده. يعني كمان ما استقريتوش على الجهاز اللي انتوا عملتوه، لا هتطوروا فيه كمان ده اكيد. لا مش بيطور من نفس الوقت بينتهي يعني. عظيم، برافو عليك. هو ده الفكر اللي احنا متوقعينه فعلا من الشباب. نورتونا وشرفتونا وسعداء جدا بوجودكم معانا النهارده. المهندس دكتور محمود سعفان، استاذ مساعد بقسم هندسه الحاسبات ونظم التحكم، شكرا جزيلا ليك. المهندس احمد رزق، طالب بكليه هندسه جامعه المنصوره، والمهندس احمد الجزار، طالب بكليه الهندسه جامعه المنصوره، شكرا لوجودكم معانا. شرفتونا ونورتونا، بالتوفيق دايما يا رب.